الشمال السوري يشهد تصعيدا من قوات النظام، القصف يتجدد والضحايا في تزايد، فعدد من سقطوا الشهر الماضي يعتبر الأعلى منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في شمالي سوريا الذي رعته تركيا وروسيا. في مارس من العام الماضي كان الاتفاق بين أنقرة وموسكو، غير أن استمرار القصف يهدد بانهياره. آخر خطوات التصعيد قصف استهدف قرى في سهل الغاب بريف حماة وجبل الأكراد بريف اللاذقية. الدفاع المدني المعروف بالخوذ البيضاء يؤكد أن أطفالا قتلوا جراء الهجمات. الإصابات نقلت بصعوبة إلى المستشفيات بحسب المنظمة، لأن المنطقة تخضع لرصد بطائرات استطلاع. الفصائل العسكرية المعارضة ردت على القصف. مواقع النظام في معسكر جورين وجبل الأكراد كانت هدفها. يأتي هذا بعد يوم من استهداف فصيل معارض مقر عمليات عسكرية روسي بريف اللاذقية. وتبقى إدلب على رأس حصيلة العمليات والضحايا خلال شهر تموز الماضي. ووفقا لتقارير من مناطق المعارضة تأتي درعا ثانية في حصيلة الضحايا. درعا الجنوبية عادت مؤخرا إلى مقدمة مشهد العنف، غير أن الشمال السوري يبقى مسرحه الرئيس، مسرح يبدو أن كل الاتفاقات السابقة ومنها اتفاق مارس 2020 لم تستطع أن تغير واقعه. حربه مستمرة ومعاناة سكانه لا تتوقف.